ليس أصعب من أن تعيش في وطن أنت فيه مواطن وأبناؤك غرباء. أم أحمد سيدة إماراتية الجنسية تعيش حالة من الانتظار منذ أكثر من 3 عقود. زواجها من غير إماراتي حرم أبنائها من الهوية الإماراتية، كما هو حال كل إماراتية متزوجة من أجنبي، بالرغم من أن دستور البلاد ساواها مع الرجل. وزوجي وابن عمي مش يعني هو غريب عني، بس هو وافد يعني ما عنده جنسية الإمارات. أنا مواطنة، أنا من مواليد دولة الإمارات، وأنا يعني مولودة، من أهلي كلهم مواليد هنا، فهو ما حصل على الجنسية، فالحين نحن متبادلين. الله يسامحهم أهالينا زوجونا يعني حق غير مواطنين، فالحين عيالنا متبادلين في هالشيء. أنا الله يسلمك عندي عيال 8 ما شاء الله، و3 في الجامعة، و2 على وشك التخرج، باقي لهم يمكن شهرين، وعندي 2 عاطلين عن العمل مخلصين الدراسة الثانوية، وغير ان الكليات اللي دارسينها ما محصلين وظائف. دخلت اوراقهم في الساعد اللي هي تابعة للوزارة رفضوهم، دخلت اوراقهم في الجيش كم من مرة رفضوهم، وانا بعد مطلقة من ابوهم، يعني من 10 سنين مطلقة. زين، وين حق المطلقة كعلاوات الابناء كجنسية؟ قالوا المطلقة لها حق انها تاخذ جنسية عيالها، مو شيء. وانا موظفة وعلاوة عيالي ما يصرفوا لي، كانوا يصرفوا لي قبل فترة سنة وقصوا عني بدون أي وجه. حال الأمهات ومعاناتهن ليست أفضل من حالة الأبناء الذين يعيشون حالة من الضياع في بلد ينتمون إليه وجدانيا بدينه وعاداته ويعيشون فيه منذ أن رأوا النور. إحنا حاسين كأبناء مواطنات إن إحنا ناقصين، مثلا كثقافة وكحياة ولبس ولهجة، يعني إحنا إماراتيين كمولد ونشأة إماراتيين، فمثلا كوظائف وهذا احنا محرومين من وظائف القطاع الحكومي، احنا ما عندنا غير القطاع الخاص يعني، فيقومون ارباب العمل ومثلا وجي يستغلون حاجتنا مثلا فباقل سقف يعني ممكن يعني من الرواتب. مثلا انا الحين عندي ICTL، عندي انجليزي، عندي ثانوية عامة، عندي خبرة 4 سنوات، 4 سنوات في الشركات الخاصة، وهذا كنت اشتغل، حاليا راتبي 2000 درهم. حظوظنا في الدولة صعبة صراحة، لا شغل، لا نروم نكمل دراستنا، لا نروم يكون عندنا أمل ناخذ فرصة في حياتنا، نطلع الدنيا نقدم شوية من اللي أخذنا من هالدنيا. أن الدولة أعطتنا، ما قصروا فينا شيوخنا، كلنا من خير الدولة، كبرنا في هالدولة، فبغينا شوية لو نقدر نرد يعني إيش أقول يعني شوية من عطاياهم، من مكرمتهم، من فضلهم. الناشطون الحقوقيون في الإمارات ورغم إقرارهم بأن دستور البلاد يساوي بين الجنسين وأن قانون الجنسية الإماراتي هو كسائر التشريعات المعمول بها في العالم العربي يجيز فقط نقل الجنسية عن طريق الأب وليس عن طريق الأم إلا في حالات استثنائية، إلا أنهم يرون أن التركيبة السكانية في الإمارات تشجع على العكس. كحقوقي وكناشط في مجال حقوق الإنسان أتصور أن هذا التمييز بين المواطنة والمواطن، بين الذكر والأنثى، لا أساس له، سواء كان أساس قانوني أو حتى شرعي. الشريعة الإسلامية كون نحن دولة، الشريعة أحد المصادر الأساسية للتشريع فيها. لذلك قامت جمعية الحقوقيين في السنوات الماضية بالمطالبة بتعديل هذا التشريع والدعوة لمنح المواطنة أيضا حق أن تنقل جنسيتها لأبنائها فيما لو اختاروا. الدولة تسعى لحل هذه المسألة، لكنها يبدو أنها تراعي الظروف الاجتماعية والظروف الخليجية ككل، حيث أن كل التشريعات في دول الخليج تمشي على نفس المنوال.
الحديث عن الحق في الجنسية أصبح قضية رأي عام في الإمارات بالرغم من منع نقاشه على محطات التلفزة الإماراتية. استياء الأمهات الإماراتيات كان واضحاً بالرغم من وعود الحقوقيين بأن الملف ليس شأناً إماراتياً فقط بل خليجياً وسيناقش خلال منتدى المستقبل الذي ستستضيفه العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع المقبل.